مساكم الله بالخير، معاكم خليفة العبيدلي مصور فوتوغرافي من قطر. الضوء هو عامل رئيسي في الفوتوغرافيا، لذلك أنا عملت مشروعي إخراج الألوان من خلال الضوء، فاستخدمت البولاريزر لاستقطاب الإضاءة اللي جاية من الشمس علشان نحطها على محور سيني ونجيب مواد ترانسبيرنسي شفافة من الفابريكيشن لاب. هذه المواد لقيتها موجودة عندنا، الفنانين يستخدمونها بقايا، ولكن استخدمتها حق المشروع. في هذا المشروع استخدمت تلفون هواوي P30 Pro. هذا التلفون بصراحة خدمني بطريقة ما كنت أتوقعها، يتناغم معاي في التصوير ومن خلال الذكاء الاصطناعي اللي فيه، فمن الوايد أنجل يدخل إلى البورتريت إلى المايكرو إلى السوبر مايكرو، فيطلع لي تفاصيل أو إنه يرجع لي مرة ثانية للشوت الوايد أنجل، وطبعا بالإضافة إلى نتائجه مع عدسات اللايكا، وأنا من محبين اللايكا من 20 سنة، فكانت الكواليتي وايد ممتازة. أنا أعيش عالمي الفني وأشوفه من خلال هذا البولاريزر، وأنا أدعوكم أن كل واحد يعيش عالمه ويشوفه من خلال البولاريزر الخاص به، ويوثقه بالتقنيات الحديثة مثل هواوي P30 Pro. شكرا.